اليوم وقع رئيس نادي الاتحاد السعودي السيد أنمار الحايلي أول عقودة الاستثمارية كرئيس للنادي مع أحدى شركات قطاع التجزئة في جدة، وستكون هذه الرعاية لموسم واحد دون الإفصاح عن تفاصيلها المالية. هذه نشاهد أمامنا لقطات لحفل التوقيع الذي جرى اليوم في مدينة جدة، وتابع هذا المؤتمر والحفل زميلنا ناصر القحطاني مراسل البرنامج في جدة، وبعد هذا الحفل التقى مع أنمار الحايلي. هي شركة وطنية متخصصة في صناعة القهوة، بتكون على شورت الفريق الأول. طبعا بطبيعة الحال هذه أول عقد شراكة استراتيجية بيننا وبين هذه الشركة، وبإذن الله في هذا الشهر بيكون في سلسلة من التواقيع لبعض الشركات الراعية لنادي الاتحاد. يعني بطبيعة الحال في قدوم أي إدارة لابد من زيادة الدخل الاستثماري لنادي الاتحاد. نعم، هي دخل مادي لكيان نادي الاتحاد وكذلك بقية عقود الرعاية، سنتكلم في حينها عن ما هي مردودها وما الشيء الذي تقدمه النادي الاتحاد. كنت أقول أنا جمهور الاتحاد حنا محظوظين فيه، جمهور الاتحاد كنز، جمهور الاتحاد ذهب. حقيقة دعمهم الكبير لنا كمجلس إدارة بشكل شخصي يعني لي شيء الكبير، وبإذن الله نعدهم بتقديم أفضل ما لدينا وأفضل ما عندنا والغالي والنفيس لهذا الجمهور العظيم. بكل تأكيد هذا فريق كان عظيم، كان عندنا مشاركة في البطولة الآسيوية ولله الحمد توجت بتأهلنا وبفوزنا في مبارتين، كان عندنا في مشاركة في البطولة العربية ولله الحمد شرفنا الوطن أغلى تشريف، وبإذن الله نحاول أن نحصل على كأس هذه البطولات الغالية. ومما لا شك فيه طبيعة الحال أنت في نادي كبير المنافسات وهذه الأمور لازم أنت تكون مستعد لها، وحنا بإذن الله ولله الحمد عدنا لها بشكل ممتاز بداية العام. عملنا معسكر إعدادي في دولتين مختلفة، كان معسكر طويل فيه اشتمل جميع النواحي الفنية والنواحي، والحمد لله توج بنتائج إيجابية ولله الحمد. ما شاء الله تبارك الله، من طرحة التذاكر الاتحاد وضمك، يعني جمهور الاتحاد في أبها شكله جمهور كبير. أكيد جمهور الاتحاد ما نوفي حقه، مهما نشتغل كل شيء قاعدين نسويه هذا بكل العيونهم. برا ضمك إن شاء الله بإذن الله ننتظر دعمهم وبإذن الله تعالى نحقق النقاط، وهو هذا المهم في الدوري، نبحث عن تحقيق النقاط وبإذن الله نحققها. يعني سنوقي الآن في بيان وضح من النادي عن تفاصيل القضية بشكل عام، وهي الآن في إطار المداولات، وبإذن الله حين ما نصل لقرار نهائي فيها أو نصل إلى شيء منتهي فيه سنعلن عن طريق المركز الإعلامي. بالنسبة لجوناس لاعب يعني مبتعد بقرار فني من المدرب، وطبعا بطبيعة الحال له برنامج تدريبي وزمني يعمل عليه وموجود هو بالنادي إلى أن إن شاء الله نحاول نشوف الطريقة إلى بيعه أو الاستفادة منه مستقبلا. أخيرا عبد الرحمن الغامدي قفلت الفترة، هل هو مستمر مع الفريق مش مستمر؟ عبد الرحمن الغامدي من ضمن اللاعبين اللي تم استبعادهم بقرار فني من المدرب، راح يكون موجود الموسم هذا ولا ممكن يرجع على حسب؟ على حسب قرار المدرب الفني، رأي الفني. هذا بالنسبة لنا، حنا في إدارة نادي الاتحاد نعمل بكل احترافية، نعطي الجهاز الفني جميع الصلاحيات ندعمهم فيها وننتظر النتائج. شكرا لكم. أنمار الحايلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد متحدثا للزميل ناصر القحطاني. طبعا أنا أعيد ليش أقول عشان الأخوان اللي يسمعوننا مع الإذاعة يعرف مين اللي كان يتكلم. خالد القحطاني، سانوغو جوناس وعبد الرحمن الغامدي أبعدهم سييرا بقرار فني، هل أنت مع أم ضد؟ الأمانة الاستبعاد للكابتن عبد الرحمن الغامدي أمر شوي مريب، ما أدري ما أعرف عن الأسباب، لكن المهاجم تحديدا والمهاجم المحلي أكيد أنه